مرحبا بكم في رحاب جامعة عين شمس. جامعة عين شمس من الجامعات العريقة في مصر، من يعني إحدى أكبر الجامعات، واللي هي عجلة التطوير ويد التطوير لا تتوقف فيها. بنحاول طول الوقت نواكب العصر، نسعى إن احنا نبقى من جامعات الجيل الرابع، وده اللي بيخلينا طول الوقت نفكر في تطوير سواء البنية الأساسية، البنية التحتية، البنية الرقمية، كمان دعم الشراكات بين الجامعة وبين القطاع الخاص وبين الجامعة وجامعات أخرى، سواء جامعات محلية وجامعات دولية. الشراكة مع القطاع الخاص جزء أصيل دلوقتي من استراتيجية التطوير في جامعة عين شمس، وده مش بس لمجرد الشراكة، لكن الشراكة دي هدفها هو توجيه البحث العلمي اللي في الجامعة كله ناحية تطوير الصناعات، بحيث إن احنا نبقى مصدرين للمعرفة بدل ما نبقى مجرد مستهلكين للمعرفة. النقطة الثانية والأهم هي خلق مجتمع وخلق طلاب قادرين كمان على الإنتاج، وده من خلال عدة مبادرات. أهم هذه المبادرات هي المبادرة اللي بتتم مع وزارة التضامن الاجتماعي، اللي هي مبادرة الطالب المنتج، وبنحاول نستغل الفترة الصيفية اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا نؤهل الطلاب ان هم يعدوا الدراسات الجدوى اللازمة، يبتدوا يولدوا أفكار، يفكروا ان هو يبقى طالب منتج من وهو أثناء ما هو طالب، بحيث إن هو لما يوصل لسوق العمل ويتخرج يقدر يواكب متطلبات السوق ويبقى فاهم السوق بيشتغل إزاي، عشان يقدر نخرج خريج قادر على المنافسة في السوق المحلي والدولي. إحنا في الوقت ده اللي هو انتهاء العام الدراسي اللي فات والاستعداد للعام الدراسي اللي جاي، فإحنا في الفترة دي بتبقى المرحلة بتاعت الاستعدادات كلها، إن إحنا نبتدي نعمل الصيانة قاعات المحاضرات وقاعات التدريس والأماكن والفراغات بتاعت الطلاب، استعداداً للعام الجديد المقبل إن شاء الله. إحنا جامعة عين شمس فيها 20 كلية دلوقتي ومعهد، في 3 كليات تم افتتاحهم السنة اللي فاتت، منهم كلية إعلام، كلية طب بيطري، وكلية الآثار السنة اللي قبلها، فأصبحنا 20 كلية، وبنستقبل حوالي 200 ألف طالب كعدد طلاب الجامعة خلال السنة. وبالتالي أعمال الصيانة وأعمال التطوير لا تنتهي في جامعة عين شمس، فإحنا عندنا بنعمل صيانة للمدرجات بتاعة الطلاب، يمكن عندنا خطة طويلة لتطوير كافة المدرجات وإمدادها كلها بالبنية الأساسية والبنية الرقمية اللازمة لتحويل، طبعا نظرا للتحول الرقمي اللي هو السياسة العامة للجامعة خلال الفترة اللي فاتت. التحديات اللي بتواجهنا هو تحديين أساسيين، هو إن إحنا نبقى جامعة خضراء وإننا نبقى جامعة ذكية. في مجال إن إحنا أو الخطوات والإجراءات اللي بنعملها خلال علشان نبقى جامعة خضراء، تم يعني مؤخرا حصولنا على المركز الثاني في المسابقة بتاعت أفضل جامعة صديقة للبيئة، والمسابقة دي كانت مبادرة من وزارة التعليم العالي كمسابقة بين الجامعات المصرية للتعرف على أهم الإجراءات اللي عملتها الجامعات في سبيل التحول للأخضر. وطبعا زي ما احنا شايفين وده هدفه الأساسي محاربة التغيرات المناخية أو مواجهة التغيرات المناخية، وإزاي نتعامل معها من خلال ترشيد استهلاك المية وترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع المخلفات وغيره. والحمد لله حظنا على المركز الثاني، ودي كانت تاني مرة نشترك، السنة اللي فاتت كنا في المركز الثالث. بالنسبة لجامعة ذكية، في مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات تم اتخاذها خلال السنوات الماضية. الحقيقة في عندنا شبكة المعلومات، في عندنا قاعدة البيانات الـ UMS اللي ساعدتنا بشكل قوي جدا في وقت الكورونا، كانت في الأول موجهة فقط لأبنائنا الطلاب علشان المقررات والشغل والدراسة عن بعد، لكن دلوقتي بقت تشمل كل خدمات اللي بتقدمها الجامعة سواء للطلاب أو الناحية الإدارية، وإحنا لازلنا
بنطور في اليو ام اس علشان كمان نوصل للهدف الاسمى، هو ان احنا نبقى جامعه بلا اوراق، بحيث ان احنا نقدر نستغنى عن كل الاوراق اللي ليها علاقه بالمكاتبات، الحاجات الاداريه، الاوراق اللي بتستخدم بشكل كبير جدا ويومي على الاقل، لغايه ما نقدر نوصل لمراحل متقدمه في تقليل استخدام الاوراق على مستوى الجامعه. الحاجة كمان اللي بتتعمل ومهمة جدا هي الامتحانات الإلكترونية، وهو فعلا الجامعة كانت عملت البنية الأساسية وطورت مجموعة كبيرة جدا من القاعات لاستقبال الامتحانات الإلكترونية، والقاعات دي بتبقى مجهزة بكاميرات وبخطوط وشبكات، بالإضافة طبعا لأجهزة الحاسب، لكن كمان بيبقى فيه قاعات للتحكم لوضع الامتحانات بشكل مناسب، طبعا يضمن أداء الامتحان بشكل مناسب ولا يسمح بأي أعمال غش أو غيره. إحنا لازلنا بنكمل استكمال القاعات لتطوير القاعات كلها، فكل قاعات والمدرجات بتاعة الجامعة بيتم تطويرها حاليا، بحيث أنها كلها تبقى مجهزة بمكان للنت، مكان لشبكة الواي فاي، أماكن لمآخذ الكهرباء، علشان تقدر تستقبل امتحانات إلكترونية للتحول، أو يعني كخطوة وإجراء من إجراءات التحول الرقمي. إحنا تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اللي أطلقها معالي الوزير أستاذ دكتور أيمن عاشور بخصوص التحالفات والتوزيع الإقليمي للجامعات، إحنا من خلال جامعة عين شمس عملنا أو يعني بنسعى لتدعيم التحالف بيننا وبين الجامعات اللي في نفس الإقليم، اللي هي جامعة القاهرة وجامعة بنها وجامعة حلوان وجامعة الأزهر، من خلال عمل عقد أنشطة مشتركة سواء في مجال القوافل الطبية، سواء في مجال أنشطة تنموية، مجال أنشطة طلابية، ده اللي احنا بنسعى لتدعيمه في الوقت ده. كمان بنعقد مجموعة أو عملنا بالفعل مجموعة من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المحلية زي جامعة اسكندرية وجامعة حلوان، ودي بتتيح للطلاب الانتقال بين الجامعات، وان هو ممكن الطالب يروح ياخد مقرر في احدى الجامعات او ياخد ترم دراسي في احدى الجامعات ويرجع تاني عندنا، ودي بتتيح فرصة كبيرة جدا للتبادل العلمي والتبادل الثقافي بين الجامعات المحلية المختلفة. كمان بنعمل بروتوكولات تعاون مع جامعات طبعا دولية وأجنبية، عندنا بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن، ومن خلاله بندي شهادات، بيتم منح شهادات مزدوجة في بعض البرامج في مجال الهندسة ومجال الحاسبات، عندنا بروتوكولات كثيرة جدا مع ألمانيا، مع جامعة تيو برلين في ألمانيا وجامعة شتوتغارت، وكتير جدا من طلاب البحث العلمي بيروحوا يحضروا، سواء ياخدوا درجات زي ماجستير أو دكتوراه أو يروحوا لفترات دورات تدريبية أو غيره. عندنا كمان شغل كتير وتعاون كتير بيحصل مع الجانب الفرنسي والجامعات الفرنسية، مع الجامعات الأسبانية، مع العديد، مع طبعا الصين والجامعات الصينية. فموضوع التعاون من جامعة عين شمس، احنا جامعة عين شمس افق التعاون مع الجامعات مفتوح في كل المجالات ولكل الدول. بالنسبة لو بنتكلم على بروتوكول التعاون، في كمان احنا لدعم الفكرة بتاعت الجامعات الجيل الرابع، وإزاي إنه الجامعة تبقى مصدر لتوليد المعرفة وتحسين الاقتصاد القومي، جامعة عين شمس عقدت مجموعة من بروتوكولات التعاون مع المصانع ومع القطاع الخاص ومع الجهات المختلفة، زي مثلا التعاون اللي تم توقيعه من فترة ليست ببعيدة مع هيئة الطاقة الذرية اللي هتدعمنا في العديد من المشروعات البحثية، مركز النانو، بنينا عندنا في جامعة عين شمس معمل كبير جدا للنانو تكنولوجي، وده هيخدم العديد من الكليات. بنتكلم على اهتمام الجامعة بدور أو دور الجامعة في الاهتمام بالبيئة والمجتمع،
جامعة عين شمس الحقيقة بتولي اهتمام كبير للموضوع ده من خلال عدة محاور. المحور الأول هو التوسع في الزراعات بوجه عام. زي ما حضراتكم عارفين الزراعات هي اللي بتستهلك ثاني أكسيد الكربون والغازات الاحتباس الحراري الموجودة في الجو، وده بيتضح من الجولة اللي حضراتكم تقدروا تقوموا بها في الجامعة بعد إعادة التطوير لمعظم أماكن الحرم الجامعي. الجزء الثاني هو التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة. جامعة عين شمس قامت بتركيب ألواح طاقة شمسية على أعمدة الإنارة، وهناك بعض المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء من المنازل الصغيرة الحجم باستخدام توربينات الرياح، بالإضافة لوسائل النقل الذكي مثل السيارات الكهربية ذاتية القيادة اللي بتقوم بها كلية الهندسة. بالإضافة لده لينا دور أيضا في التوعية المجتمعية الخاصة بالمجتمع المحيط، ده بالإضافة للطلاب، إن إحنا إزاي نوعيهم ما هي التغيرات المناخية، ما هي البيئة، ما هي الاستدامة، وإزاي إن إحنا نقوم بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة من خلال توعية الطلاب وعمل محاضرات توعوية وندوات مختلفة داخل وخارج الجامعة مع شركاء مختلفين من منظمات المجتمع المدني والقطاعات الاستثمارية المختلفة. بالنسبة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، هي مسابقة أطلقتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لجميع الجامعات الحكومية المصرية، وفعلا جامعة عين شمس حققت المركز الثاني في هذه المسابقة في العام الحالي بعد ما شاركنا في المسابقة مرتين. العام السابق كنا المركز الثالث والمرة دي كان المركز الثاني. إيه اللي احنا قدمناه في هذه المسابقة؟ هي الخطة والاستراتيجية لجامعة عين شمس في التحول لجامعة خضراء ذكية مستدامة على ثلاث محاور: خضراء من الناحية البيئية، ذكية من ناحية الرقمنة والتحول الرقمي والحوكمة الرقمية، ومستدامة للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 17 اللي أقرتهم الأمم المتحدة. شروط التواجد في المسابقة كانت أن احنا نتقدم بالعديد من الإنجازات اللي الجامعة عملتها في عدة محاور ومعايير مختلفة، من ضمنها جودة التعليم والتعليم الجيد الخاصة كمان بالتعلم الإلكتروني وعملية الرقمنة والحوكمة، عمليات الأزمات والطوارئ وكيفية التعامل معها. طبعا زي ما احنا عارفين بعد جائحة كورونا اللي حصلت بقينا نتعامل مع الموضوعات دي بشكل عامل ازاي. الإنجازات اللي الجامعة عملتها في مجال ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقة، الإجراءات اللي تم اتخاذها في ترشيد أو تقليل المخلفات الصلبة بوجه عام. فالحمد لله تقدمنا بالملف الخاص بجامعة عين شمس، وكان هذا الملف كان بشكل كامل إلكتروني تم تقديمه للجنة، وجامعة عين شمس وضعت في القائمة القصيرة، وبعد الزيارة اللي تمت من أعضاء اللجنة حصلنا على المركز الثاني بفضل الله. بما أن جامعة عين شمس بتولي اهتمام كبير تجاه الاستدامة وتحقيق الأهداف المختلفة اللي أقرتها الأمم المتحدة، وبعد استضافة مصر لكوب 27 وتحضيرات الجامعة من قبل كده، كان لزام على الجامعة أن هي يعني تحقق الالتزامات الوطنية والمجتمعية تجاه الموضوع ده. فقامت إدارة جامعة عين شمس مشكورة طبعا بإنشاء مركز التميز للاستدامة في منتصف عام 2022، علشان يكون لجامعة عين شمس ملف متكامل فيما له علاقة بالأهداف الـ17. الحقيقة هذا الملف فعلا لما مركز التميز للاستدامة مسكه عملنا إنجازات كتير لها علاقة بالتسويق لما تم إنجازه على الأرض من مشروعات خاصة بالجامعة في مختلف المجالات، في الزراعة والصناعة والقطاعات الاستثمارية والهندسة والاستشعار عن بعد وعلوم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وكل التطبيقات الخاصة بها. مركز التميز للاستدامة الحقيقة بأن هو بيشتغل على ثلاث محاور رئيسية، اللي هم الثلاث محاور الخاصين بأي جامعة، وهو محور التعليم والطلاب، إزاي إن احنا نؤهل الطلاب اللي موجودين عندنا يكونوا عندهم وعي بالمشكلات المختلفة الخاصة بالتغيرات المناخية وغازات الاحتباس الحراري. الجانب الثاني هو الجانب البيئي والمجتمعي والتنموي،
ازاي ان احنا نفيد المجتمع المحيط، نعمل توعية لكل الموظفين والعاملين، نخدم البيئة بشكل كبير، القطاعات الاستثمارية، نحاول التواصل مع كل الجهات سواء في مجلس الوزراء او الوزارات او المحافظات المختلفة او الجهات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. والجانب الثالث هو البحث العلمي والدراسات العليا، ازاي ان احنا نخلي جميع الابحاث الخاصة بينا داخل الجامعة متوافقة مع هذه الاهداف. الحقيقة بعد إنشاء المركز جامعة عين شمس استطاعت أن هي تتقدم لشبكة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة United Nations Sustainable Development Solutions Network، وبقينا كجامعة عين شمس عضو في هذه الشبكة اللي بتخلينا exposed أكتر أو معرضين أو على تواصل مع الجهات الأجنبية علشان يحصل نقل للخبرات بما يحدث في الخارج ونقوم أو نستطيع تطبيقه في الداخل. جامعة عين شمس بتقوم بالعديد من المشروعات الخاصة باستراتيجية خضراء ذكية مستدامة اللي الجامعة حطتها كالتزام عليها. من ضمن هذه المشروعات السيارة الكهربية والسيارة الكهربية ذاتية القيادة اللي كلية الهندسة بتشرف عليها، روبوت شمس اللي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيعمل في مستشفيات جامعة عين شمس للتقليل من العدوى، أيضا مشروع زراعة القمح والذرة وهي المشروعات الزراعة الاستراتيجية في الأراضي عالية الملوحة باستخدام تقنية هندسية، وده بالشراكة ما بين كلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الهندسة، مشروعات مشتركة ما بين الجامعة وهيئة الاستشارة عن بعد وعلوم الفضاء فيما له علاقة بنظم المعلومات الجغرافية والتنبؤ بالفيضان والتنبؤ بالأماكن الأثرية وحمايتها، ده بالإضافة للواقع الافتراضي وكيفية تحويل أي شيء إلى واقع افتراضي بشكل رقمي فيه حوكمة كبيرة. دي جانب من المشروعات اللي الجامعة بتقوم بيها، إلى جانب التطويرات اللي بتحصل على مستوى المباني داخل الجامعة والتطوير من ناحية التخطيطية والمعمارية، بالإضافة لتطوير البنية التحتية زي ما اتفقنا لترشيد الاستهلاك الخاص بالأوراق وبالمخلفات وبالمياه وبالطاقة اللي فعلا حققنا فيه يعني خطوات كبيرة الحمد لله. تحديات والصعوبات اللي بتواجهنا هي عدم وجود الوعي الكافي لدى الأطراف المعنية بالموضوعات الخاصة بالبيئة والاستدامة لتحقيق الالتزامات الوطنية، زي ما احنا عارفين ان في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية لسنة 2050 تم اقرارها، ودي بتحط التزامات على كافة الاطراف اللي موجودة في المجتمع ومن ضمنها اكيد المجتمع التعليمي والجامعات لو احنا بنتكلم كمان بالاخص على الجامعات. وجودنا كمركز التميز والاستدامة داخل جامعة عين شمس في مجتمع يعني بتغلب عليه في العالم دلوقتي كله المشاكل المختلفة ومن ضمنها مشاكل الاحتباس الحراري، بيضع علينا هذا الالتزام أو على عاتقنا إن احنا نزود هذا الوعي للطلاب، للعاملين والموظفين داخل الجامعة، للمجتمع المحيط في المنطقة اللي الجامعة فيها، وللوطن بشكل عام مع قطاعات المستثمرين، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص والقطاع الحكومي والوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة. وفعلا قام مركز التميز للاستدامة بالمشاركة في جلسات الخاصة بالتنمية المستدامة في مركز دعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، وإحنا على تواصل مع العديد من الجهات الأجنبية لنقل الخبرات في هذا المجال وإزاي إن إحنا نستفيد على مستوى الوطني بتطبيق وتحقيق معايير والالتزامات اللي إحنا ملتزمين بيها على المستوى الوطني.